بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما نطق ناطق وصدح، وما غرد طير وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. وصلاة وسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأزهر والجبين الأنور، وعلى آله الغرر المصابيح الدرر. ما اتصلت عين بنظر أو وعت أذن بخبر. سادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الكنز المنتظر. سادتي الكرام، كما عودناكم في الحلقة السابقة نناقش أبرز محاور القضية المهدوية مع سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي ضيفنا الدائم. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام أينما كان. أهلا وسهلا سماحة الشيخ. في الحلقة الماضية ناقشنا العديد من المحاور، كان أبرزها حيث أن الأرض لا تخلو من حجة، وكذلك أبرز الزيارات المتعددة وأهمها للإمام سلام الله عليه، والأدعية الخاصة بالإمام سلام الله عليه. كذلك كان في المحور الأخير الممارسات العبادية والطقوس في يوم الجمعة من المؤمنين باتجاه الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. كذلك تطرقتم إلى إعطاء للمشاهد الكريم العديد من يعني الطقوس والأدعية المهمة للإمام سلام الله عليه. بودي اليوم أن نناقش فقرات أخرى تتعلق بالقضية المهدوية. شيخنا لو أذنت، أول ما نبدأ يعني نرى العديد من الروايات الشريفة التي تحث على المعرفة بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وما هو الفرق يعني بين المعرفة بالإمام وبين العلم به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والعظمة الأكبرية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، إمام زماننا، ولي نعمتنا، وحبيب قلوبنا، وطبيب عيوبنا، وشفيع ذنوبنا، صاحب العصر والزمان، تبيان البيان، مظهر الإيمان، عدل القرآن، إمام الإنس والجان، مهدي آل محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين في كل آن وحين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أحباء المشاهدين، هذا السؤال في الواقع يمثل العمود الفقري للمعرفة المهدوية بشكل خاص، ومعرفة مقامات أهل البيت صلوات الله عليهم بنحو عام. وهذا في الواقع كلام عظيم، لأنه يتناول أعلى نشأة عند الإنسان. بقول مقتضب حتى لا أخذ الوقت ولا أسب في الكلام، الله تبارك وتعالى أحباء المشاهدين خلق الإنسان من 5 نشآت، فخلق منه الروح، وخلق له النفس، وخلق له العقل، وخلق له القلب، وخلق له البدن. وفي رواياتنا الشريفة أستاذنا الفاضل المشاهدين الأعزاء، الله تعالى مقابل كل واحد من هذه 5 جعل عالما. يعني ولقد كرمنا بني آدم، هذه قطب في العوالم، كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يخاطب الإنسان: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أحسنت أستاذنا. فجعل مرتبة أو خلق الروح مقابل عالم الملائكة لأنهم أرواح، يعني أساساً أنوار والروح نور. وجعل مرتبة النفس ونشأة النفس عند الإنسان مقابل عالم الجن لأنهم نفوس. وجعل مرتبة العقل عند الإنسان مرتبة اللوح والقلم في عالم الجبروت. وجعل من نشأة ومرتبة القلب مرتبة العرش وما علاه، والبدن مقابل الجمادي، نعم، والنبات. ومن هنا اللي الانطلاقة الأولى لابد تكون صحيحة، عندنا عند علماء المعرفة نهاية العقل أستاذنا الفاضل بداية القلب. هذا عبارة جدا عظيمة، يعني حيثما ينتهي كمال العقل هو أول رتبة للقلب. شيء بشيء يذكر من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولدت على ما مات عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. البعض يعني يأخذ هذا الحديث بتفسير ساذج، يقول ولدت على ما مات عليه إبراهيم الخليل عليه السلام باعتبار أن إبراهيم كما قال الله تعالى عنه في القرآن حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فرسول الله يقول مثل ما مات إبراهيم مسلما أنا ولدت مسلما. خب أنا أيضا ولدت مسلما، يعني ما هي الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟
أنا أيضا ولدت على أبوين من الفطرة مسلمين. لا لا ما لا يمكن مقام النبوة الرسول الله ما يعطي النفس خصيصة، لابد أن يتفوق فيها على أقرانه وعلى كل الخلق. ومن هنا قال أهل المعرفة هي هذه القضية قضية معرفة. يقول معنى هذا الحديث الشريف اجعله انطلاقا لحديثي، ولدت على ما مات عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم على أي مقام مات؟ مات على الإمامة. أعلى مقام للإبراهيم بعد الخلة أنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. واللطيف أعزائي المشاهدين إذا رجع رواية أهل البيت عليهم السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما معنى الكلمات وما هي تمامها؟ الرواية صرحت أنه ذكرهم من رسول الله إلى الإمام المهدي عليه السلام، أتم أسماءهم، قال إني جعلك للناس إماما. فأعلى مقام لإبراهيم هو الإمامة. هو الإمامة. رسول الله يقول ولدت على ما مات علي إبراهيم. إذا إبراهيم مات على الإمامة، أنا رسول الله أول مقام لي في الدنيا أني إمام الخلق. نهاية إبراهيم بدايتي. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله، يعني بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث انتهى إبراهيم، انتهى إبراهيم ومن عليه السلام. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله نهايات الأنبياء بدايات الأولياء. هذا حديث يعني فيه يعني رزم من المعارف. ولذلك يقول أهل العلم المعرفة هي زاد القلب، كما أن العلم زاد العقل، المعرفة زاد القلب. كما تعلم أستاذ الفاضل الزاد والقوت والطعام في الشرع يقسم إلى حلال وحرام وحرام، هكذا في العقل الجهل والخرافات والسفاسف والخزعبلات هذا الزاد الحرام وهو الظلمة، والعلم في العقل هو الزاد الحلال وهو نور. في القلب الزاد الحلال هو المعرفة، الزاد الحرام الإنكار. هسه تجي تقول لي هاي خوش مسألة، وشنو الفرق يعني بين العقل والقلب، ولماذا صار القلب يعني في أول رتبة له هي تاج على رتب العقل؟ لأن العقل محدود، هاي مسألة جدا جوهرية، أما القلب غير محدود. يعني مثلا أنت الآن كرامات وفضائل الأنبياء ما تقدر تحكمها بحكم عقلي. شنو موسى عليه السلام أضرب بعصاك شنو الحجر فانفجرت منه 12 عينة؟ العقل هسه العقل يقول ما أدرك. خب لا تدرك مو شغلك، هذا شغل القلب. يعني احنا لازم نبوب، يعني لازم نجعل الشيء المناسب في المكان. عذرا سمحت الشيخ اذا تسمح لي هنا مداخله، قد يعني انه عيسى عليه السلام او موسى عليه السلام عندما ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينة قد تكون من باب هذه من باب المعجزه. هو هذا كلامي، المعجزة هي خرق القانون، خرق العادة يعني. طيب طيب هو سؤال لطيف هنا. نعم. هل خرق القانون بلا قانون؟ لو الله عنده قانون ثاني مسلط بلا شك بقانون، هو هذا قانون. هذا القانون الثاني اللي خرق به القانون الأول هو قانون القلب. أها. نعم. واضح؟ يعني شنو إبراهيم عليه السلام يرجع الشمس من المغرب إلى المشرق؟ شنو أمين عليه السلام يرجع الشمس 7 مرات وعلى قول أهل التاريخ 15 مرة واحدة منها في كربلاء؟ نعم طبق القوانين الفيزيائية هذه قضية استحالة، هو استحالة عقلية ولكن ليست هي استحالة. نعم. قلبية. أحسنتم. القلب يا أحبائي لا يعرف حدودا. وقبل في الحلقة السابقة قلت التشريع فتح للقلب على مصراعين، هذه مسألة جوهرية. فكثير من الروايات والمعاجز في القرآن وغيره يجوا تقول عقلي ما يتحمل، مو شغل عقلك أصلا، اللي أنت عقلك محدود. أنت عقلك محدود، هذا خرق للحدود. فلازم تعرف هذه الرواية قلبية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى بادي قال من مات ولم يعرف إمام ما قال ولم يعلم. اليهود الآن يعلمون إذا على العلم اسمه واسم أبيه وعمره الشريف وتاريخ، قال اليهود يعلمون. النبي يريد, يريد, يريد معرفة. ما هي المعرفة؟ المعرفة إذا نفتح العبارة علم مع عقيدة مع اعتقاد في القلب راسخ. نعم. وهو هذا زاد القلوب. ومن هنا أحبائي يتفاضل الأنصار الحجة عليه السلام 313 رجل أو ومنهم 50 امرأة في بعض الروايات على غيرهم. واللطيف هذه المعرفة ما تعرف عمرا من البشر، ما تعرف، قد يكون صغيرا عارفا. نعم. صغير عارف خير من كبير منكر، قلنا عكس المعرفة هو الإنكار. نعم. فالمعرفة زاد القلوب. وهنا يسقط كثير في الفتن وفي الامتحانات القلبية. طبعا من تطي رواية وقام قلبه يرجف، هو مو من حقه، لأن الروايات صرحت على أن القلوب ليس لها حدود. ومهما قال أهل البيت، أهل البيت كل رواياتهم كل معاجزهم اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا في فضلنا
ما شئتم ولن تبلغوا. وعلى قول أمير المؤمنين علي السلام في حديث معرفة بالنورانية يكلم سلمان المحمدي وأبا ذر غفار رضي الله عليهما يقولهم فإن الله قد أعطانا أعظم من أن يصف واصفكم أو يخطر في قلب أحدكم. بعدين يقول قولوا في فضلنا ما شئتم وإن لكم لم تبلغوا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر. معشار العشر أستاذ يعني 1%، وأصغر نسبة رياضية آنذاك هي هذه، ولو كانت هناك نسبة أقل ذكرها سيد الأوصياء صلوات الله عليه. فالقرآن يلفت أنظارنا، إحنا كم آية عندنا بالعقل؟ عندنا بالعقل 21 آية. إحنا كم آية عندنا بالقلب؟ 33 آية. كم نوع للقلوب ذكر القرآن؟ 23 قلبا، 11 منها قلوب مريضة والباقي قلوب سليمة. القرآن اهتم بقضية القلب اهتمام لا نظير له، لأنه هو الوعاء الذي تحصل فيه المعرفة الحقة، وهذه المعرفة الحقة هي التي تجعل الإنسان من أنصار الحجة صلوات الله عليه، بشرط قلنا ما يجعل بينه وبين الحجة حدود صلوات الله عليه. وكل المعاجز والفضائل للأنبياء والمرسلين والأولياء تدخل نعم في هذا الباب. أنا في تلك الحلقة ذكرت قضية الإمام الحجة صلوات الله عليه في قضية العرش إذا تذكر يعني. نعم أكيد. طيب اليوم نجيب رواية ثانية حتى يعني الكلام وين؟ الكلام قبل قليل يعني قلت أنه في عند أهل المعرفة العقل ما يقابل العقل في عالم الكون التكويني هو اللوح والقلم، باعتبار اللوح علم والقلم قرطاس. زين هاي الرواية تتحدث عن أن رسول الله وصل فوق العرش إلى حجب النور. بعد العقل انترك هنا القضية ولذلك القرآن ماذا يقول في الإعراج إسراء والمعراج؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. لماذا لم يقل ما كذب العقل؟ لأن العقل محدود قضية. نعم. مع أنه عقل النبي غير محدود، لكن القرآن من باب كلموا الناس على قدر عقولهم. شوفوا هاي الرواية أحباء المشاهدين، وحتى نعرف شيء من فضائل مولانا الحجة، هي يسموها المعرفة العرشية لصاحب الزمان، وبها التفاتة هدية للسادة ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لما انتهيت إلى حجب النور. نعم. أستاذ الفاضل أعزائي المشاهد، حجب النور فوق العرش. هاي اللي هنا جبرائيل رسول الله قال تقدم. سمعت شيخ هذه الرواية ترتبط بالرواية اللي ذكرت في الحلقة السابقة عندما جبرائيل عليه السلام قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إلى هنا يعني تنتهي حدودي. أحسن. هذه ارتباطها بالرواية السابقة. إلى ما حيث انتهت حدود جبرائيل، لأنه محدود، أما رسول الله غير محدود، صعد في ذلك العالم. ماذا يقول؟ نعم. قال حديث طويل أنا أخذت موضوع الحاجة. فقال صلى الله عليه وآله قال فقال الله عز وجل يخاطب رسول الله وين؟ في حجب النور. نعم. قال لأوصيائك أوجبت كرامتي. الأئمة من بعدك لهم أوجبت كرامتي. طيب ولشيعتهم أوجبت ثوابي. زين فقلت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رب ومن أوصيائي؟ هاي هنا يسأل مو سؤال العارف، مو سؤال الجاهل ما يعرف. ومرة سؤال عارف قال ما التي في يمينك يا على وزن ما موسى يا موسى. نعم. يعني الله ما يعرف ما التي في يميني. هذا سؤال للعارف. نعم. قلت ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد صلى الله عليه وآله أوصياؤك مكتوبون على ساق عرشي. احنا في قناة الإمام الحسين أسام البعض عبالهم بس على ساق العرش مكتوب هذه العبارة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، أو في رواية ثانية إن الحسين مصباح هدى وسفينة. لا لا لا، كل أهل البيت الأئمة مكتوبون أسماءهم الأربعة عشر وخصوصا يعني الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. انظر هذا إحدى الروايات. فنوديت يا محمد صلى الله عليه وآله أوصياؤك. ولماذا قدس العرش؟ مو أنت متاخذ هاي الرواية؟ عندنا إحنا في تفسير علمائنا أنه واحدة من 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 تفاسير كلمة العرش القلب. فمثل ما تثبت هذه الأسماء ثبتت على العرش فاستقر واستنار الكون، كن تثبت في قلوبنا قلوب المؤمنين. أكيد. هذا أنه ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه شو عالم الفيزياء هنا يضيع أمام هذه الرواية. يقول لأبي خالد الكابولي والله يا أبا خالد لام التوكيد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوء من هذه الشمس المنيرة في النهار. انت عندك الان ضوء اكثر من الشمس في عالم الفيزياء يعني. لا. في عالم لا يوجد يعني هنا الفيزياء تضيع لان القضيه غير محدوده. فنوديت يا محمد صلى الله عليه واله اوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي. فنظرت وانا بين يدي ربي في حجب النور جل جلاله الى ساق العرش. طيب فرايت 12 نورا. الحديث عن اعلى شيء في عالم الدنيا في السماء السابعه، في كل نور سطر اخضر
هاي هدية للسادة. لذلك السادة يلبسون شال أخضر. أنا ابن من كتب اسمه على العرش بخط أخضر. واحدة من معاني السادة اللي ماذا يلبسون الشال الأخضر يفتخرون. إذن لها أصل. طبعاً. نعم. وليست اعتباطاً. لا لا لا. هاي هدية للسادة. نعم. ماذا يوم الجمعة. وهدية لكم المشاهدين. لماذا السادة يرتدون الشال الأخضر؟ واحدة منها أن أسماء آبائي أنا ابن الذين كتبت أسماءهم بالنور الأخضر على سيقان عرش الله. نعم. المعنى الثاني بالروايات الحجاب بين عالم المادة وعالم الكشف هو حجاب أخضر. فالسيد لما يلبس باعتبار عين معصوم ترى الغيب والشهادة. أنا ابن من أزيح الحجاب عن عينه، ذاك الحجاب الأخضر أزيح عنه. هاي كلها رموز. طيب، فرأيت 12 نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي. زين، أولهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، وآخرهم مهدي أمتي صلوات الله عليهم أجمعين. فقلت يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ قلت هذا سؤال العارف. الآن شوف رب العزة شلون راح يذكر الأئمة ويذكر صاحب الزمان، ونحن يوم الجمعة وهذا البرنامج باسمه الشريف. فنوديت يا محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء أوليائي 12، واحد، وأحبائي 2، وحججي بعدك على بريتي هاي 3، وهم أوصياؤك 4، وخلفاؤك 5، وخير خلقي بعدك. زين. نعم. الآن راح يفرض صاحب الزمان من توصل. نعم. لأبو صالح الحكي يختلف حتى في عوالم حجب النور. الكلام بين الله وبين رسوله رسول الله صلى الله عليه وآله. مقام. نعم. لم يصل إليه أحد لا من الأولين ولا حتى ولا من الآخر أحد سوى رسول الله، وحتى بعد القيامة على قول لا يوجد أهل العلم خاص لرسول الله. ثم شوف التفاته. نعم. الله يخاطب حبيبه صلى. نعم. الله عليه وآله. وعزتي وجلالي. طب لماذا يقسم الله يعني؟ باب التأكيد. التأكيد والتعظيم. نعم. لهذه الشخصية التي ستذكر. شوف عظمة الإمام الحجة عند الله عز وجل. نعم. وعزتي وجلالي لام التوكيد لأظهرن بهؤلاء ديني بهم ديني. طيب ولأعلين بهم كلمتي. يعني هاي الآية وكلمة الله هي العليا بمن عليا؟ بأهل البيت عليهم السلام. الآن شو التفاته. نعم. ولأطهرن الأرض بآخرهم. من آخرهم؟ المهدي المنتظر صلوات الله عليه. ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي 1، ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربها 2، ولأسخرن له الرياح. خاف سليمان عليه السلام سخرت له الرياح غدوها شهر وروحها شهر. الحج عليه السلام أكثر من ذلك. ولأذللن له السحاب الصعاب. راح نشوفه إن شاء الله بالقريب العاجل أن الحجة سيمتط السحاب ويطير به. إذا سليمان طار على بساط الحجة سيطير على السحاب. وفي الروايات أن الله تعالى سخر السحاب إلى ذي القرنين، لكن السحاب الذلول السهلة. أما الصعاب تارك إلمن صاحب الزمان صلوات الله. شيخ لا تسمح لي هنا مقاطعة أو فضل. مداخلة فضل. يعني طريفة حقيقة. وحتى اليوم وأنا جاي بالطريق ويعني هذا كلام يطرحونه جميع الطلاب العوام جميع الناس جميع مشاهدينا الأحبة، يعني أنا سامع من كثيرين أنه الإمام سلام الله عليه الله. عندما يظهر كيف يقدر يقاوم هذه الأسلحة الانشطارية والنووية؟ البعض منهم يقول الحديد يتوقف البعض. زين هسه احنا هنا بالرواية اللي شرفنا بسماعها. نعم. أنه تسخر له الرياح وله الكثير من الامتيازات. صحيح. يعني التي خص بها سليمان عليه السلام. أي جيش يستطيع أن يقف أمامه؟ إذن يعني هذا ما تتوقف الآلة والنووية، يعني هذا ما لها علاقة بهذه لو شنو؟ لا هذه يعني يا ريت له توضيح للمشاهد. احنا بالنسبة إن بالنسبة الذين يشكلون هذا الإشكال. نعم. نعطيهم جواب على حيث ما هو يعتقد. يعني هذا اللي ما يعتقد برب العالمين بعد ما يؤمن تسخر له الرياح، هذا لازم تجاوبه بجواب شنو ثاني. نعم. نعم. واللي يعتقد برب العالمين وأنه نصر أنبياءه وأنه أعطاهم معاجز ما تخطر على بال أحد، هذا الحكي غير حكي. لازم نعرف المشكل على أي نوع السؤال ونوع السائل. أحسنت. ونوع. نعم. السائل حتى من أطي الثقافة. أطي الثقافة يعني الآن الدكتور الله ما يعافيك المريض. نعم. لازم يعرف المرض حتى يطلع علاج المناسب. نعم. لذلك المرض. اولا يا اخوان بالنسبه للذين يعتقدون بالله عز وجل. نعم. اولا الامام مؤيد بالرعب، جيشه الرعب، هكذا وصفت الروايات جيشه. الرعب المقصود به يعني اسن اسن جنا. والروايات ذكرت اقل مسافه يسير الرعب امامه، هذا العباره عن الامام الصادق عليه السلام، ركض عدو فرس عربيه اصيله شهرا ليلا ونهارا. تعال احسب لي كم كيلومتر. يعني الامام يطلع من كما هو المعروف من مكة المكرمة
وقد تركض فرس عربية أصيلة ليل ونهار، يعني شهرا كاملا. ما تعبر اليونان مسافة شاسعة جدا، ما توصل لألمانيا ليلا ونهارا شهرا كاملا، وعربية أصيلة. شكو واحد خلال هاي المساحة ما يجرؤ يمد ايده على السلاح، الرعب هيمن عليه. قضية معنوية. أحسنت. هذا ليس جيش مادي يدخل الرعب. لا أكو جيش مادي. إحنا لا مقصود هنا نص الرواية اللي يعني يعني إنه جيشه الرعب. أي. يصير أمامه مسافة شهر. أي. مثل ما تفضلت سماحة الشيخ. شوف إنه هذا نوع الرعب معنوي. أحسن. هذا السلاح معنوي. نعم. أكو حادثة من كلامات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريش. نحكيها بالعراقي، قشمروا لهم واحد قالوا له اذا تقتل رسول، ما يقول رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، شو تريد نعطيك؟ هذا هم راح جاب سلاح وكذا، وكمن للنبي صلى الله عليه وسلم في راس زقاق، وقال قالوا له النبي منا يطلع ومنا يجي، قال بس يجي اقتله. هذا محضر يعني سلاح سيفه. نعم. امتشط حسامه وشايله، بس يجي النبي يضربه. نعم. بس الله شلون يدري ورط الواحد؟ هذا من اجى شاف النبي امامه قال له من يخلصه؟ قال له الله. النبي قال له الله، هذا خاف طاح السيف من عنده. مجرد سمع كلمه الله، طبعا الله من النبي خوف مثل الله ماتي. لا صلى الله عليه وسلم. يعني كل احنا نقول الحمد لله رب العالمين بالصلاه، بس الحمد لله رب العالمين عند رسول الله مثل حمد ماتي يعني؟ لا شك. لا اكيد القضيه المعصوم هكذا. التثبت ان الجندي قادر على حمل السلاح، وبعدين قال لي تعال شو يسوي له وشلون يحاربه، وهل يجرؤ احد؟ نعم. وهل يجرؤ أحد؟ نعم. القضية هكذا. فأساساً أحد الأجوبة أنه الجرأة بجيش الرعب. إذن إرادة وهدف إلهيين طبعاً. نعم. ومن هنا الروايات لماذا تقول؟ تقول لأن الدعوة سماوية، السلاح سماوي. هاي مسألة إن شاء الله نفرد لها حلقة أيها المشاهدون الكرام في أسلحة الحجة، لأن أسلحة ما راح تخطر على بال أحد، ولو مهما تقدم العلم ما يقدر يعني يقاوم واحد منه. تعال قل لي الرعب شلون تقاومته يعني. يعني ان شاء الله نعد مشاهدينا الكرام، لان هذا الكلام الجميع سلبي، وهذا حديث ويختص في معرفه امام زماننا صلوات الله، لازم نعرف كل شيء عن الامام صلوات الله عليه. فعموما اريد اكمل الروايه الشريفه. الله تعالى يقول ولأرقينه في الاسباب، يعني يدخل الاكوان، وهذا اللي ذكرناه فيس ان سبيس بالحلقه السابقه. طيب ولأنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي حتى تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. هاي بركة صاحب الزمان صلوات الله عليه. هاي رواية واحدة في قضية المعرفة العرشية للإمام الحجة صلوات الله وسلامه تعالى عليه. فإذا المعرفة هي زاد القلب أحباء المشاهدين، والقلب لا يعرف نعم حدودا لا في الحب ولا في البغض. ومن هنا الروايات الشريفة أنه والعلماء يقولون لنا هذه الروايات المحدودة إذا نسمعها هذه تدخل في عالم العقل، الروايات غير المحدودة أحبائي وين خليها؟ في عالم القلب. بعد لا تقول عقلي ما يتحمل، هي مو اختصاص عقلك أصلا، وإحنا لازم الآن التطور العلمي مو التبويب. نعم. والتصنيف والتنويع. نعم. نعم. لازم نعرف هذه الرواية هل هي قلبية أم عقلية أم نفسية أم نعم بدنية وهكذا. فالمعرفة إذن هي زاد القلب، والقلب لا يعرف للمعرفة حدودا. يعني انطرقت إلى شيء مهم، يعني في التواصل الاجتماعي الكثير من الشباب الملحدين يعني لما يتكلم على قضية إثبات واجب الوجود الله سبحانه وتعالى والعلة الأولى. نعم. يعني يقول هاي القضايا لما نتكلم ويا بها يقول هذا عقلي ما يقبلها. إذن هذه إجابة يعني أنه العقل يعني مو مطلق. لا احنا اساسا هذا كلامه باطل، لانه احنا يستحيل وجود المعلول من غير علة. هو لما نسولف له انت قل له هاي الساعه جنابه كلها لابسها من اين وجدت؟ قل له انا نايم بالليل قعدت الصبح لقى الساعه يصدقك؟ لا ما مقبول. هذا اللي ما يقبل ساعه يا اخوان، ساعه توجد دفعه واحده بحركه انفجاريه، يقبل هذا الكون كله يوجد من غير علة ومن غير سبب ومن غير مؤثر؟ يعني مستحيل، قضيه مستحيله. وهؤلاء على قول ابن سينا عنده قول رائع. نعم. ابن سينا في ذكر في كتاب الإشارات. نعم. يقول اللي 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 تقول له هاي الأمور العلة والمعلول ما يقبل زين، أو تقول له أدلة يقول لك هاي خرافات، يقول هذا دواشي واحد استاذنا مشاهدينا. نعم. حطه بالنار، من يقول لك احترق تقول له أنت تتوهم.
إجابة شافية وكافية. ها؟ إجابة إيه؟ شافية إذا وكافية. قال لك أشعر بالحرق والاحتراق والألم، قال له لا أنت تتوهم، مثل ما هي تتوهم هاي الأمور. الصفصطائيين يقولون كل شيء خرافة، هاي خرافة، وللجير ولجهنم وساد مصيره. صلى الله عليهم الهداية. إلهي آمين، إلهي آمين. أحسنتم سماحة الشيخ. شيخنا العزيز يعني ورد عن الأئمة سادتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام أنهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى، فما معنى ذلك؟ ما معنى يعني أنهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى؟ وكم نوع يعني يوجد متاح لمعرفتهم في هذا المقام الشريف؟ هاي رواية واحدة عن النبي صلى الله عليه وآله أنا أتيت بها من باب التبرك، وإلا إحنا عدنا في هذا الباب أكثر من 25 رواية، وكل رواية لها نفس خاص، لكن النبي صلى الله عليه وآله يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة. أولا نحن عادة وقت البيوت من أبوابها. أحسنت، يعني هو الله عز وجل أمرنا أن نأتي البيوت. أي واحد يجي من السياج حرام، ما نقبل لا شرعا يعني ولا عرفا ولا عقلا، أبدا يعني. هذا بس مكابر اللي يريد يعني ينكر الحقائق. الإنسان لما يأتي إلى بيت يأتيه منين؟ من الباب. وإتيان البيت حتى إذا من الباب إلى 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 أحكام الشرعية وإلى التحية والاستئذان وما إلى ذلك. رواياتنا الشريفة عبرت عن المعصوم بأنه الباب، طبعا على الأقل مما يتناسق مع الحلقة إن شاء الله الحلقات أخرى نضيف إن شاء الله. أنه عندنا إحنا أنواع المعرفة لأهل البيت بمعنى الباب على ستة أقسام. أحباء المشاهدين شوف شوف معرفة الحج وأن تأخذنا مثلا. أولا قال أمير المؤمنين صلواته أبو الحسن صلواته يجيك من الأخير، قال نحن باب الجنة والسلام عليكم. اختصار في كلمتين. إذا قال نحن باب الجنة يعني مخالفونا باب من بعد؟ باب النار. هاي يسموها بقرينة المقابلة. شلون تعرفوا الأشياء؟ بأضدادها. أحسنت. إذا احنا باب الجنة إذا اللي خالفنا باب من بعد؟ هي لو جنة لو نار. نحن باب الجنة متى؟ إذا بعثوا وضاقت بهم المذاهب يوم القيامة أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات. يقول هنا إحنا هناك تعرفون حقنا، طبعا قدرنا مو بقدرهم. هذا نوع من الأبواب. الباب الثاني وهو الأهم وخلوه قاعد عندكم وإن شاء الله خلال الحلقات الآتية راح ينشرح الكلام بأكثر تفصيل. أكثر إن شاء الله. ما من فضيلة ولا معجزة في القرآن ذكرت إلا مقدمة لفهم فضيلة لآل محمد صلوات الله عليه. والمعصوم يجيب كل معاجز الأنبياء وأكثر عددا وأكثر كما ونوعا وكيفا. وذلك واحدة من الفضائل في بني إسرائيل باب حطة. تعالوا إلى الروايات، ماذا تقول الروايات؟ نحن باب حطة. شنو باب حطة؟ قرية أريحة في الشام، أهل القرية عصوا ربهم. لما عصوا ربهم ما سمعوا كلام نبيهم، نبيهم خلاهم وراح. طيب لما ذهب نبيهم ذهبوا إلى حكيم، هذا الحكيم شوية واعي فاهم مو استشعروا العذاب يعني تدرون عند الامتحان بعد يكرم المرء أو يهان. هنا صارت القضية حياة وموت. اجوا إلى حكيم قالوا سمعوا نصيحتي، قالوا نعم نرى أثار العذاب. قالوا خرجوا خارج القرية وفرقوا بين النساء والأطفال والكبار والصغار ودعوا الصغار يبكون على أمهاتهم والأمهات تنوح على أولادها. الله تعالى حيث الدمعة، الله تعالى حيث انكسار القلب. نعم. فلما بكوا الله أوحى إلى النبي أن أرجع إليهم، لكن بشرط. شنو الشرط؟ وادخل الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذا باب حطة بالروايات. باب حطة يعني شنو؟ يعني اللهم حط أنزل عنا ذنوبنا. باعتبار الذنوب يسمى أوزار، والوزر هو الثقل. إنسان لما هو مذنب يحس بالوزر يعني كالثقل. الروايات تتحدث عندنا نوعان من الروايات. الروايات الصريحة أنه كتب على الباب اسم محمد وعلي صلوات الله عليهم وآله، وقال الله لهم ادعوني أيها المذنبون
أنه اللهم حط أنزل وأزح واغفر، اللهم حط عنا ذنوبنا بحق محمد وعلي صلى الله عليه وآله. رواية الله يرحم علماءنا جميعا ويرحم الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير يقول لا أنا عندي رواية ذكر على الباب أسماء الأئمة كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شلون قبل قليل العرش على ساق العرش، وقولوا اللهم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله حط عنا ذنوبنا. لذلك رواية تقول إحنا باب حطه الأولى باب الجنة. نعم. الآن لا اختلف المعنى. نعم. يعني مثل ما إحنا ندخلكم الجنة نحن الذين نخلصكم منين؟ من النار. من النار. نعم. نكمل أكثر في هذه الرواية سمعت الشيخ إذا أذنتم لنا أن نذهب في فاصل قصير. سادتي المشاهدين نذهب إلى فاصل ولنا عودة إن شاء الله. أهلا يا مهدينا، أهلا يا مهدينا، ميلادك طير الأمال أغرب علينا، ميلادك طير الأمال علينا. في ميلاد الدليل موج قلب القرآن، موج قلب القرآن ما بين حروف التأويل، خذ كل آية بلحظان، خذ كل آية بلحظان صارت لحظات التقبيل. من جديد نرحب بكم سادتي المشاهدين في برنامجكم الكنز المنتظر مع سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي، حياكم الله من جديد سماحة الشيخ. مولانا بقية الله والمشاهدين الكرام أينما كان فقد الله حوائجهم. حياكم الله سماحة الشيخ. شيخنا يا ريت لو تكمل في الرواية، كنت قاطعتك من رواية باب حطة، باب حطة أنهم الأئمة عليهم السلام أحباء المشاهدين، يعني باب حطة يعني الله يحط عنا الذنوب، يغفر ذنوبنا بمن؟ ببركة، يعني ببركة صاحب الزمان صلوات الله عليه. فالرواية عن أبي ذر قال سمعت رسول الله يقول إنما مثل أهل بيتي مثل باب حطة، من دخله غفر له، من دخله غفر له، غفر له، ومن لم يدخله لم يغفر له. حديث أيضا عن أبي حمزة الثمالي قال عن الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي، هو أي راح هذا الحديث، مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل. طيب هسه هاي المعلومة لكن تشوف الزيادة. نعم. الذي من دخله غفر الذنوب، هاي من ساعة ذكرت. نعم. الزيادة. نعم. واستحق الرحمة والزيادة. ما شاء الله. ليش؟ لأن الآية ماذا تقول؟ نعم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. إذن لما تقولون اللهم أحب المشاهدين بحق محمد وآله صلى الله عليه وسلم اغفر ذنوبنا، الله هم يغفر ذنوبكم من جهة، وهم يزيد خيراتكم من جهة ثانية. وهاي من فضائل التوسل بأهل البيت، من خواص التوسل أن التوسل بالمعصوم يعني هو سلاح ذو حدين، هم يغفر السيئات، هم يجلب الحسنات، هم يحل المشاكل، هم يكمل الإنسان نحو الكمال الآخر. يعني سماحة الشيخ عذرا وانت تتكلم الآن، والله يعني شعور مزدوج بين أنه واحد يفرح انه هذا المقامات للأئمة عليهم السلام وانه مرتبط مذهبا بهم ودينا، ونفس الوقت حقيقة يشعر باللوعة على حرمان الأمة من هذا من أنوار آل محمد ومن مقامات آل محمد. لا حول ولا شو مولانا احنا في قناة سيد الشهداء ورب السعداء صلواته، شو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقول لكم القضية مو خاصة بالإمام الحجة عليه السلام، لا لا هي شاملة كل أهل البيت. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤون سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم بالحباء السببية بالحسين صلوات الله عليه تسعدون وتشقون. صلى الله عليك يا رب. بالحسين صلوات الله عليه تسعدون وتشقون، يعني إذا اتبعتموه سعدتم، وإذا تركتموه شقيتم وهلكتم. وهذا حال الأمة الواقعنا، يعني هذا رسميا في دول العالم الثالث يسمى، يعني لا ماكو طريق ثالث، يعني ماكو لو جنة. لا لا عذرا أقصد إحنا يعني الأمة اللي تخلت عن هذه السادات الأطهار والأبرار، ويعني منين ما تجيهم كلامكم نور وأمركم رشد وصيتكم التقوى وفعلكم الخير، بالإضافة إلى هذه نعم نعم أحسن. ولذلك يعني هو هنا الإنسان يتحسر ويتلوع أنه حال الأمة عندها هيك نماذج، يعني كلمة نماذج لعله يمكن لا تليق بالأئمة صلوات الله عليهم، يعني هذه السادة الأبرار الأفذاذ خلق مكتملين من كل جوانب ونحن نرتبط بهم، لكن واقع الحال أمة يعني متخلف عذرا، يعني فعلا هذا صحيح رسميا دول العالم الثالث، هذا صحيح، وهذا ما يعني يبعث على اللوعة حقيقة. ذلك يعني
لكن دائما نقول يا اخوان هذا وصيه الرضا صلوات الله عليه، يعني 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 شار المتحدثين الخطباء عزهم الله المؤلفون عزهم الله الى الكل، يعني الامام الرضا عليه السلام يقول حدث الناس بمحاسن كلامنا فان الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. لازم يطلع حديث اهل البيت، لازم يطلع كلام اهل البيت. الله يرحم السيد الشرازي، اتى الله عظمه السيد الشرازي رضوان الله عليه، انا حاضر له محاضره قال هاي العباره، يعني ما دام انا على الكرسي انا مثله مثل ما قال. نعم. والله مو ببالي. نعم. الله يعلم يا اخوان مو ببالي. الان جاءت في بالي، يوم من الايام كان يتحدث عن كل من في فلك المعصوم صلوات الله عليه، من الاعلاميين عزهم الله، من المؤلفين في الجرائد والصحفيين. نعم. من افرض مثلا الشعراء والرواديد الله يحفظهم، الخطباء الله يحفظهم، الهيئات والمواكب، كل من في فلك سيد الشهداء واهل البيت. فكان يضرب نفسه مثالا، شو يقول؟ هو يخاطبنا لكن يضرب نفسه مثلا رضوان الله عليه، يخاطب نفسه يقول سيد محمد الناس ما جابوك على هذا من برت طرايك. انت تطرايك اقعد بالقاع طرايك، الناس من جابوك على اي اساس تطراي اهل البيت عليهم، لان هو اسمه منبر الحسين، لازم الكلام اللي يطلق عليه كلام الحسين وجد الحسين واب الحسين وام الحسين واخ الحسين والتسعة المعصومين من ذريه الحسين. هاي مسؤوليه يا اخوان. احنا في هالحلقات في غيرها نحن مدعوون من قبل اهل البيت ان نقول كلام ال محمد، مو نطيع ارائنا. فلما تجي روايه تقول يا اخوان ترى المعصوم صلوات الله عليه هم من جات من الذنوب وبنفس الوقت هو مرقاة للكمالات، يعني كلمة المرحوم السيد الشيرازي قدس الله نفسه على روح الطاهر واقعا، يعني البارحة تمر علينا ذكرى يمكن لعله يمكن قبل سبايكر واحد نعم سبايكر. نعم هاي الأيام بسبب الشهداء بسبب هي شلون صارت بسبب منابر الفتنة، صح؟ لأنه الناس اللي ارتقت الإعلام الإرهابي، هي فعلا الإعلام الإرهابي وإلى الآن احنا مستمر لا زال، يعني ما يخلون على اهل البيت صوت اهل البيت صوت الامام الحجه صلوات الله عليه يطلع. الان هاي الدوامه اللي مسويها ضد الشيعة، ليش الشيعة يقول الامام الحجه ذا طلع راح ما راح يخلي واحد مخالف ولا سني ولا كله يقتلها. هو نفس الاعلام، هو نفس الاعلام الاموي ضد سيد الشهداء صلوات الله عليه، نفس الاعلام الاموي ضد مسلم بن عقيل سلام الله عليه. الاعلام هو نفسه، هو هذا الاعلام اللي يزعل من المعصوم خارجيا في نظر الناس. انت ايش تريد بعد يعني اكثر من هذا؟ يعني على قولتهم اليوم الاعلام استاذنا الفاضل مشانك اعزاء، الاعلام السلطه الاولى، شنو السلطه الرابعه؟ باعتباره يغير راي عام، هو فعلا يهدم دول ويبني دول، فعلا فعلا سلاح فعلا سلاح فتاك. فلذلك على كل فالامام هو باب وحطه، يعني تحط به الذنوب وتكتسب به نعم شنو الكمالات والمراقي. بعد عندك انه السلام عليك يا باب المقام، هاي شوية أعلى، هاي أعلى من المقام حطه. شنو باب يعني باب حطه؟ باب المقام ذكروا له أولا مثل ما إحنا بالقرآن يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا يصح الصلاة إلا خلف مقام إبراهيم، لا تصح منا عبادة ولا دين إلا خلف الحجة صلوات الله عليه، فهو منصوب من الله عز وجل. وشنو من جعل نفسه مساويا للحجة فقد كفر، ومن تقدم عليه فقد شنو كفر، لابد يكون تابعا له، لابد يكون شنو سائرا في ركابه صلوات الله عليه. المعنى الثاني الأروع من المعنى الأول، باب المقام إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، لا يمكن يوم القيامة هناك حساب إلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعلى الأعراف رجال مو يعرفون كلا بسماهم، هم اياب الخلق. ومن هنا والفضيله سيد الشهداء هديه لكم يوم الجمعه انه ترى سلطان عالم البرزخ الحسين صلوات الله عليه، صلوات الله. قال امامنا الصادق صلوات الله عليه ان الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامه الحسين بن علي صلوات الله عليه، واما القيامه فانما هي بعث الى الجنه او بعث الى النار. يا مولانا كون خلينا هواي يعني خدمات عند سيد الشهداء صلوات الله عليه، ترى قضية البرزخ مو سهلة، وسلطانها الحسين صلوات، كما هو سلطان الكونين ومولى العالمين وإمام المشرقين والمغربين وسيد الكونين، لكن البرزخ ترى شغلة يم الحسين. ايوه هاي هدية لكم، يعني لعله الآن بعض القنوات المغرضة الآن تنتظر هذا الكلام بفارغ الصبر للتكفير، وأن الشيعة تعبد الحسين وأن الحسين هو يعني هذا هذه القضية اللي تستخدم. أولا نجيبهم كما أجاب القرآن، كلما مروا به ملأ، كلما مر به ملأ من قومه قال إنا نسخر منكم كما أنكم تسخرون. مشكلة. وثانيا يعني إذا إحنا إذا ما قلنا هذا الكلام هم هل يؤمنون؟ يعني سألت يعني ذاك يوم واحد جواد راح يناقشني، خل افتح الحديث شوي، نعم إذا تناقشني بالإمام الحجة صلوات الله عليه، هو ليس شيعيا،
قلت الان مستعد اثبت لك الامام الحجه صلوات الله عليه هاي حتى تعطيكم نتيجه يعني من الاخير اجيكم في من لا طائله في النقاش معه. نعم. قلت له تعال انا اجيب لك ادله من كتبكم، ما اجيب حرف من كتبنا ومن مصادركم، على ان الحجه صلوات الله عليه اولا مولود، وثانيا حي يرزق، وثالثا انه هو الذي يظهر ويملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان تملأ ظلما وجورا، وكلها من كتبكم. قال يلا. طبعا سمعت الشيخ في كتبهم الكثير والعديد على ما في ذهني يعني الدكتور عبد الله على الاقل 2000 مصدر من مصادرهم تذكر صاحب الزمان. اي بلي الان مؤسسات شيعيه تشتغل على احد رجال الدين في الازهر بلي. يقول توجد لدينا 200 روايه تتحدث. لا لا مشتبه هذا. نعم. لا لا مشتبه هذا 2000 مصدر. شنو 200 روايه؟ اذا يعني القضيه متواتره مولاي، اذا كان من كل مصدر روايه هاي 2000 روايه شنو ما يعني ما احنا في الواقع غير. نعم. التنافس الشديد في الروايات بين ثلاثه، بين روايات عن رسول الله وعن الامام الحجه ثانيا وعن امير المؤمنين. نعم. يعني العدد الضخم مو عمن يروى عن لا لا في فضائله ومناقبه وما الى ذلك. فعموما فقال لي يعني لكن شوف المنافقين. قلت له مستعد اثبت لك من كتبكم. قال ما يخالف. قلت له لا بس تحلف لي الان على ان اذا اثبت لك من كتبكم انت تصير شيعي يعني هم ما تبقى جاحد على قيمة الحجة. قال لا ما صير. قلت له هذا علي من انا بتعب نفسي. يا اخوان اكو واحد من تتناقش يكون لابد انه ثمرة. احسنت. هذا هو من اول مرة قافل وما يقبل انت بعد شنو داعي الكلام يعني. فعموما فباب المقام انه من مقام المعصوم صلوات الله عليه انه الناس هم الذين نعم يوكل امرهم اليه وهو الذي يحاسب الخلق لانه امام الخلق صلوات الله عليه. الثلاث عسر يخاف الوقت ياخذنا انهم باب الله هكذا قال رسول الله نحن باب الله الذي يؤتى من. وايضا في دعاء الندبه اليوم يوم الجمعه تتخاطب الامام الحجه صلوات الله اين باب الله الذي منه يؤتى، وهذا العباره في دعاء الندبه. ايضا ورد باب الايمان صلوات الله عليهم اجمعين كما في زياره مولانا اميمنين السلام عليك يا باب الايمان، ونختمها في زياره جامعه وابواب الايمان وامناء الرحمن. احسنت. فالمعصوم ذكرت بعض الانواع البيبان وبمختصر. نعم. جدا ليس بابا واحدا ومختصر مفيد لا يمكن وصول الى الله تعالى في من كل باب. نعم. الا عن طريق باب الله وهو الكنز المنتظر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ يعني وسيأتي على شيعتي من يدعي المشاهدة. نعم. يعني في وقتنا هذا الحديث طبق على أرض الواقع، كثرة الادعاءات بكثرة كاثرة على أنه الاتصال بالإمام سلام الله عليه، وهناك من هنا يعني يقول أنا رسول الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهي الطامة الكبرى يعني. يعني سماحة الشيخ ما هو المائز أو المعيار للتفريق بين الصادق والكاذب؟ أنا أشكركم جدا على هذا السؤال اللي هو يعني أدق من الشعرة، لأنه راح يفصل بين المدعي الكاذب. نعم. وبين الصادق. أول الآن محل ابتلاء يعني. طبعا إحنا أولا أحبائي. نعم. الروايات صريحة على أنه يمكن رؤية الإمام. نعم. وعلى قول السيد ابن طاووس صلوات الله على الإمام ورحمة الله على ابن طاووس في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة الابن سيد محمد. نعم. يقول له واعلم أن باب اللقيا بالإمام الحجة صلوات الله عليه مفتوح على مصراعه. بعدين العبارة شوف ابن طاووس. نعم. يقول له واعلم أن الحجة صلوات الله عليه لو جاء إلي من خلفي لعرفته من خفق عليه. حتى صوت نعلي الحجة يعرفه، إذا جاء من وراء يعرفه، فكيف إذا جاءه من الأمام؟ هذه كناية عن كثرة اللقاءات. أحسنت. نعم. والاهتمام بكل شؤونات الإمام بحيث حتى صوت نعلي الإمام ويعرفه. أيوة. مو أي واحد يتوفق له يعني. عموما. نعم. لكن منهم من يقول له أنا الحجة صلوات الله عليه، ومنهم من تكون معجزة مصاحبة للقائه بالإمام الحجة صلوات الله عليه. نعم. وهذا طبعا يستدل به من نفس المعجزة باعتبار أن المعجزة هي خرق للقانون ودليل. نعم. على صحة ادعاء المدعي. لكن الإمام الصادق صلوات الله عليه قلت لك واي أشكرك على هذا السؤال. شوفوا هذه الرواية اللي لعله أنا متأكد يعني أكثر من 90% من الشيعة ما سمعه بعمرهم، وهاي الرواية لابد تكون عندنا يعني منهجا في هذا الباب. مو كل واحد يقول أنا عندي اتصال بالحجة تعال تصير وياي، لأن هواي ناس راحت هذا المسألة حتى تعرف من أيام الأئمة. أستاذنا الفاضل كان الشيعة يعانون من ذلك. الرواية عن
داود بن كثير قال سألت مولاي أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا مولاي إنه يجيئنا قوم ويدعون أنهم بمنازل أولي المقامات وما ندري أمحقين أم لا. هذا يدعي أنه الاتصال بالحجة عليه السلام عنده هيش مقام. أهل البيت دائما يطوك السهل الممتنع. شوف العبارة قال صلوات الله عليه سأعطيك علما يرشدك إلى صدق ذلك ومعرفة الصادق منهم والكاذب وحقيقة المحق منهم من المبطل يا ابن كثير. ها أيها المشاهد الكريم أيها المهدو انتبه لي أيها المنتظر إمام زمانك يا ابن كثير من زعم أنه الغاية إذا قال لك أنا الحجة مو رأساً الصدقة من زعم أنه الغاية الكلية فقل له أن يظهر لك في 5 أشخاص يلا 4 ذكور و1 إناث وكلهم في صورة واحدة استحالة إذا سواها الحجة فبهت الذي كفر. هاي وحدة هسه لا ما يدعي الحجة يقول أنا من الحواشي رسول الحجة مثلا. نعم الثاني قال ومن زعم أنه الولي معدنا بالرواية عن الإمام الصادق عز المشاهدين من شؤون الغيبة ماذا يعبر عن قضية الحجة عليه السلام قال لا يطلع على موضعه لشدة التستر للإمام من الظالمين طبعا لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. هسه يجي واحد يقول لك أنا الولي الذي يلي أمره شنو هي مواصفاته حتى أحسن. نعم الإمام شو يقول قال ومن زعم أنه الولي فقل له أن يظهر لك الحجة عليه السلام قال هو قريب منه خليه يجيبه هاي بعد أجوبة بليد هاي أجوبة بمن باللمس بالملبوس. نعم. زين ومن ادعى أنه من حملة الأسرار للحجة كمحل افرض مثلا المقداد من أمير المؤمنين مو ادعاءات الإنسان ما عليه ضريبة يا إخوان المشاهدين هاي يجي يدعي يعني أي أنا منزلة المقداد ذول أخوة حملة أسرار أمير المؤمنين أنا منزلة المقداد طيب فقل له أن يأتي القبور ويحيي الموتى أنا كلها قضايا استحالة هو حتى الإمام يقول لك لا يضحك عليك البيت يدرون هذا الأمر ومن ادعى أنه بمنزلة أبي ذر من أميون من رسول الله نفس المنزلة هو من الإمام الحجة صلوات الله فقل له أن ينطق لك البهيمة بلسانك إذا هو أبو ذر هذا شأن أبي ذر ومن ادعى أنه نقيب وسيد من سادات 313 هذا بعد لازم يعني يصير له حفاوة خاصة فقل له أن يخبرك بما في صدور الناس لا يمكن أن تطلع الشمس والنهار غير موجود هاي ملازمات لهذه المقامات ومن ادعى أنه من النجباء للحجة عليه السلام فقل له أن يمنع الحرارة عن النار نار بس مو حارة يلا إذن كلها معجزات وخرق العادة حتى الناس لا تطلع من الطريق مو قضية الدين أن يقطع القدرة ويأتي بالمحنة ومن ادعى أنه مختص بالحجة فقل له أن يتكلم بكل لغات البشر من ادعى أنه مخلص من قبل الحجة قل له أن يميز لك الخير من الشر قل هاي فلوس يا الحلال يا الحرام إلى آخره من دعا أنه ممتحن مبتلى وصل مقام ابتلاء من قمة يعني الشيعة سمحت قل له أن يريك العجائب مداخلة طبعا هذه الرواية مهمة جدا ومحل ابتلاء اليوم يعني نعد إن شاء الله السادة المشاهدين أنه في الحلقة القادمة إن شاء الله نسهب أكثر في هذه الرواية إن شاء الله نجيب روايات أخرى في هذا الباب لكثرة الإدعاء وإحنا مصيبة إحنا يعني كلام بها استفاضة إن شاء الله نعد السادة المشاهدين كل نعرف ترى الناس كلها ضد الحجة حكومات ضد الحجة الإعلام ضد الحجة أكثر من 90% فلا تتوقعون القضية بهذا لكن هذا الحرز الحريز هذا كلام نواصل محمد صلوات الله عليه ونسأل سماحة الله الشيخ نواصل إن شاء الله في الحلقة حوائجه وشاف المرضى إن شاء الله جزاكم الله خير نواصل إن شاء الله سماحة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي شكرا لمولانا صاحب الزمان وإلى الأخوان المشاهدين الذين استمعوا حديث أهل البيت يجعلنا جميعا من أنصاره في الدنيا بالقريب العاجل جزاكم الله سماحة الشيخ وأنتم سادتي المشاهدين إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القابل إن شاء الله نترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا سمعت الشيخ شكرا جزيلا شكرا لك